السلام عليكم ورحمة الله. سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ فنزل قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ما معنى الصدقة؟ الصدقة ما يخرجه المسلم من ماله تقربا إلى الله عز وجل. وفي تلك الآية الكريمة تشمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع، ولا بد فيها من إخلاص النية لله وخلوها من كل ما نهى الله عنه من المن والأذى والرياء وغيره. والإنفاق في سبيل الله مثلث له ثلاثة رؤوس: المنفق والمنفق عليه والشهود والأعيان. إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنعمه هي. وجرت العادة عند العرب من باب السهولة في النطق أن تدمج الكلمات في كلمة واحدة مركبة، ونعمه يقصد بها نعم ما، ويصبح المعنى فنعم ما تصدقتم به. وإن تسروا بها وتعطوها للفقراء في السر فهو خير لكم، لأنه أبعد عن الرياء. فصدقة السر خير لكم من صدقة العلانية إلا إذا كان في إظهار النفقة مصلحة. فإظهار الزكاة المفروضة إظهار لشعائر الدين، ويحصل به الاقتداء. وبإظهار الزكاة المفروضة يحمي الغني نفسه من أعين وألسن الناس. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن، وإخفاء التطوع أفضل. وإن خشي المنفق على نفسه إذا أظهر الصدقة من الرياء والشهرة والسمعة فله أن يخفيها. ولا تنسى أن المنفق عليه إنسان له مشاعر وأحاسيس، فصدقة السر أفضل له بألف ألف مرة. ولا تنسى أن هناك المتعففون الذين لا يقبلون الصدقة بسهولة، فمع هؤلاء إخفاء الصدقة أفضل لهم. ولا تنسى الضعفاء والأرامل واليتامى، فإخفاء الصدقة لهم أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ألا تريد أن تكون ذاك الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيكون في يوم القيامة ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وكل خير، ولكل مقام مقال. وفي الصدقة مع الإخلاص محو للذنوب، وستر للعيوب، ودفع للعقاب. وكلما زدت في النفقة زاد الله في المحو والستر والعفو، والله بما تعملون من خير وشر قليل وكثير خبير. يعلم دقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بعمله. جزاكم الله خيرا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.